يلا لا يا شو صار يا ميت. اهلا وسهلا. شكرا. يسلم ايديك. يا عزبتي حالك. تفضل. يسلم امي. تفضل. يسلم ايديك. حلوين ثيابك، بس كأنك مقصرة شوي، ما هيك؟ ايه معك حق، بس أنا عندي مناسبة على الغدا فاضطريت أنزل هيك على المعهد. كيف المعهد معك؟ إن شاء الله هجرس ما عم يعذبك. لا هجرس ما في منه، أصلاً من كتر ما بيحكي لي عنكم حبيت إجي وأتعرف عليكم، يعني شو ما قال ما بيوفيكم حقكم، الله يخليكم لبعض. تسلمي، هذا كله من ذوقك. عن جد لا يمل من قعدتكم، بس أنا تأخرت ولازم أمشي، عذروني. خليكي يا بنتي، ما لحقنا نشوفك. إن شاء الله برجع أكيد. يلا ديروا بالكم على حالكم. باي تانت. باي عمو. مع السلامة. مع السلامة. ليا اسمحي لي شوي. ليا دعياتي. ما لا حبيبي فدان، أهلك هني أهلي وبحطهم بعيوني، بس كنت عم فكر يا ترى لو صاير العكس كنت تحملت؟ يلا روحي، هلا روحي بنحكي بعدين. ليش شو صار لحتى نحكي؟ عادي حبيبي، سلم لي على طانتو عمو. طيب ماشي، وصلك على السيارة؟ لا حبيبي ما في داعي، لا تعذب حالك. حكيلي بس سيري بالبيت. باي. باي. لك يا جماعة شو صاير لكم؟ المخلوعة أول مرة بتدعس بيتنا، مو هي بتعملوها بهي الطريقة؟ لك يا ابني، أنت جايب بنت ما شفت كيف منظرها، لك أنت فايت على خان؟ لك باين عليها مو فارقة معها، لك أنت ليش عم تقلل من قيمتنا ليش؟ بعدين ليش معصب علينا وعم تتنطر فينا على الطلعه والناس هيك؟ بين علي اني ما عرفت ربيك. ابي من شان الله انت بالذات لا تمصر علينا، شفت ما صار؟ بيجي بياخذ اللي فوقك واللي تحتك وبيقعدك على كرسي كل حياتك. لك كتر خيره الزلمه، كتر خيره اللي ترك لك هالبيت وشقفه المحل اللي عيش من وراهم. خلاص يا ولد، بتكون انت اللي عم تصرف علينا وتطعمينا وتشربنا وانا ما عندي خبر. لك انت شو مقدم له البيت بالاساس؟ ما هيك، نحن مو مقصرين معك بشيء. مصروفك، روحتك، جيتك، دراستك، غرفه لحالك استاجرنا لك اياها مشان ترتاح وتدرس فيها على كيفك. فوق كل هالشيء مو عاجبك. بابا والله حقك. حقك مزبوط عم تحكي. بس انا ما عم بقدر انسى. والله العظيم ما عم بقدر انسى. إنه يجي واحد يقعدك على هذا الكرسي وهيك ما نحكي شيء، والله صعبة صعبة يا أخي. بس وحياة كل شيء غالي، أنا ماني نسيان، وإذا أنت سكتت أنا ما راح أسكت. لا والله ما راح أسكت. حبيبي ليا وينك انت؟ شو بصوتك؟ شو صاير معك؟ فيني اجي لعندك؟ لازم شوفك ضروري كتير. ايه طبعا طبعا حبيبتي، رايحة على البيت بدي ودع مامي قبل ما تسافر على بيروت، تعالي امتى ما بدك. منيح،
بيجي بس تسافر امك بنكون لحالنا افضل. طيب حبيبي انتبهي على حالك. يلا باي. مرحبا. اسم الله حولك وحواليك. أهلين بالفنة. بشرفي بشرفي لو أنا ذات شأن حطك مدير الفنانين. بدك صبحي مو؟ إيه الأستاذ صبحي بغرفته؟ بالغرفة. صبحي فايق بكير على غير العادة. وتفضل تفضل تقبرني. نورتنا والله. شكرا نورتنا. تفضل فوق. نورتنا والله. نورتنا يا حزام الغناء الناسي. هيك عامل بحالك؟ شو صاير معك؟ لهلا ما نمت؟ عم مزاجك قرف على خير يا عم. احكي لي شو صاير؟ ساعدتك ما بدي شو. طول عمري كان عندي حلم ما يفارقني. هذا الحلم كنت كل ما انصدم او ييأس اتذكره يرجع لي الامل من اول وجديد. وشو هو؟ فروعة الامل الكبيرة والكتيرة والبحترة. كان عندي حلم بيوم من الايام انه تتحول لمتاحف ومسارح ودور سينما. كنت بحلم بيوم من الايام انه كلمة امن تاخذ معناها الحقيقي، ما تكون كلمة بتخوف الناس وبترعبهم. بس بعد اللي شفته امبارح راح كل شيء، ما عاد عندي امل بشيء نهائيا. لك صبحي احكي لي شو شفت امبارح؟ هلا كل واحد عنده شوية سلاح بروح بيفتح فرع امن لحاله. هجرس الشيء اللي عم يصير لا بينزل لا بمال ولا بأبان. لك على قليل فروعة الامن يعني في منطق بيتعاملوا فيه، في شيء بتعرفه. اما هدول لك هدول عميان مو شايفين حدا قدامهم. اتصور اتصور انا انا بدهم ياني يجيب لهم فنانين مشان يذبحوهم. معقول انا اتصرف هيك تصرف؟ انا ماني خوان. صبحي فوت فوت نام وراح شوي بنحكي بس تفي. كلا شيلك من نومي. اللي شبك ليش مكركب؟ انا بصراحه كنت جاي لعندك لاشكي لك، بس بعد اللي سمعته منك فيقت براسي فكره. هيك موال طلع ببالي بدي اغني اليوم. فايت على الحمام. لك نهلا شو عم تساوي هون؟ شبكي امي عم بتنصت وبتسلى. مو بكفي قاعده بالبيت محرومه من الطلعه ومن الفوته؟ ليش مين مانعك من الطلعه؟ الضبضبي وبلا هالحركات هي. يلا يلا بالاذن. تعال تعال تعال. شو هالوقت؟ فصفصت لك اياهم. شلون فصفصت اياهم؟ بالفصاصة. شلون يعني؟ شلون يعني؟
ميرسي امي. ماشي شكرا شكرا. بعد ما اكل وتحلق على الاكل المقلب وربي شكله سوقنا والحكي سقر وصاحب روضه حلو. حبيبي الخاطري ما اشوف دمعك انا مسافر الليل. اهلين اهلين نورتي. بدي كيلو البردقان. بردقان بعد ما بدك قصدي ما بنختلف. شو ما بنختلف؟ شو هي بلوزه؟ بعرضي عم بحكي عن جد. عفكا انت حدا كثير ظريف. لك وانتي والله على عيني. هلا رح تقلي قديش الكيلو ولا روح اشتري مع حدا تاني؟ شو تشتري مع حدا تاني؟ بقول لك ب70 ب50 ب10 اوراق مني؟ طيب حط لي كيلو. ايه فكرة بعيوني. إذا ما خاب ظني بتحبي البردقان ما؟ ايه. تفضلي. تفضل. شكرا. مع السلامة. نورتي يا أميرة. لك نحنو انتبهت شو صار؟ انتبهت سمعت شو صار؟ قالت لي انت ظريف. وقعت البنت خالصة بتحبني. لك بتحب البردان. لك يا ريتني بردان لأنه بتحبه. لا هذا اليوم ما رح نروح شلون من كان. نحنو بده عراضة هذا اليوم. حضر شو رح يصير. لك يا عالم يا كادر لك عربوا اليوم البردان ببلاش تاكل. لك يا فواز يا محمد لك بعتوا لي العالم كلياتها اليوم البردان ببلاش تاكل هون. لك تعالوا لعندي بسرعه يلا الكل يطلع لعندي. لك بسرعه وينكم؟ خذوا افتحوا كياسكم يلا افتحوا. وين البردان ببلاش اليوم لكل احلى بردان هلا وسهلا عمي يلا معك يلا يلا افتح كيسك يلا احلى بردان عالطيب.